حبايبي متابعين شركة زفات إيفنتس، وخلصنا عرسنا اليوم أفراح الخليفات، الله يبارك لهم ويوفقهم إن شاء الله. اليوم كانت معانا الجميلة والراقية الفنانة رجاء بالمير، يعطيك العافية. حبيبتي الله يعافيكي، والله أنا اللي مبسوطة إني معك. أبدعتي اليوم. الحمد لله، هذا بفضل تعاهدك وبفضل يعني تنسيقك للحفل. بديت روحك ما قصرتي. الله يسعدك. ونقول مع زفات إيفنتس العرس شنو رجاء؟ العرس غير. تحياتي لكم أم ثاني زفات إيفنتس.